السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، ثاني ما تنسوش تضغطوا لي على زر الجرس لكي يصلكم الجديد، وشكرا جزيلا لمن انضم إلى قناتي وشكرا على الدعم المستمر لي. جبت لكم اليوم ماسك التبييض الفوري، يعني إزالة تصبغات آثار الشمس، أي تصبغات نقاط داكنة في البشرة. رائع هذا الماسك، استعمليه لمدة 7 أيام كل ليلة، كل يوم لمدة 20 دقيقة، وستلاحظين النتيجة بنفسك. يعطيك بياض تبييض رائع. يستعمل هذا الماسك للبشرة وللجسم إذا حبيته. رائع. مكوناته بسيطة وسهلة. عدنا أولا أرز مطحون، بودرة الأرز، هكذا ملعقة كبيرة من بودرة الأرز. ثانيا عندنا ملعقة كبيرة من الفارينة، دقيق المخبوزات يعني تاع الفارينة اللي نعمل بها الخبز، الكاتو، الحلويات، الكيك، هذا. ثالثا عندنا ملعقة صغيرة من الكركم. كل هذه المكونات رائعة في التبييض، رائعة يعني. ملعقة صغيرة من الكركم هكذا. تحتاج كذلك إلى عسل، ملعقة عسل هكذا. هذا الماسك رائع، يعطيك يعني توحيد للون، بياض للبشرة، يقضي لك على التجاعيد، يعطيك ترطيب للبشرة. هذا صالح لجميع أنواع البشرات لأنه فيه العسل هكذا، والفارينة كذلك يعني دقيق المخبوزات. ضيف هكذا كميات متواصلة الحليب حتى نتحصل على ماسك، على كريم متجانس هكذا. ضيف كذلك قليل من الحليب، نخلط جيدا. هذا هو الماسك أخواتي، طبقيه على البشرة هكذا بهذه الطريقة، هكذا هكذا. طبعا تكوني حطيتي فوطة فيها ماء دافي أو قطنة فيها ماء دافي، فتحتي المسام جيدا، طبقيه على الوجه، على الرقبة، على اليدين، على الجسم، أي مكان في الجسم حبيتي تعطيله تبييض. خليه لمدة 20 دقيقة وبلليه بماء دافئ، افركيه فرك دائري ناعم، اغسليه بماء فاتر، ثم كرري العملية بماء بارد، وبعد ذلك رشي بخاخ ماء الورد أو ماء البابونج أو مكعبات الثلج، ورطبي البشرة نتاعك بالمرطب اليومي الخاص بك، خاص بنوع بشرتك. كرري الماسك هذا يوميا لمدة 7 أيام، راح تلاحظي النتيجة، وبعد ذلك أصبح ولي تعمليه مرتين في الأسبوع. رائع، مكوناته رائعة. الكركم يعطيك تبييض، يبيض مبيض رائع للبشرة، يقضي لك على التجاعيد، التصبغات، ينحي لك، يخفف لك حتى الشعر من البشرة. الكركم صيدلية متنقلة. الفارينة دقيق المخبوزات كذلك يعطيك ترطيب تنعيم للبشرة، رائع مبيض. كذلك دقيق الأرز، الأرز مشهور في التبييض، الكوريات يستخدمونه في تبييض البشرة في ماسكاتهم اليومية دائما، يبيض، ينعم، ينحي لك التصبغات، يقضي لك على الحبوب، رائع الأرز. كذلك العسل مضاد حيوي طبيعي، يعني يرطب لك البشرة إذا كانت محتاجة إلى ترطيب، ويزيح لك الدهون إذا كانت محتاجة إلى إزالة الدهون. وكذلك الحليب غني عن التعريف، غني بالكالسيوم، رائع. مكونات هذا الماسك غنية جدا، استعملوه ولن تندموا. نتمنى تكون عجبتكم الخلطة هذه، ونتمنى تجربوها لأنها رائعة. كوني عروس وأميرة في العيد. نشكركم حبيباتي على الدعم، نشكركم على الثقة، نشكركم على الانضمام إلى قناتي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم. سلام والصحة لكم.